بعد حديث برنامجنا برنامج استوديو 185 وحديثي شخصيا عن الواقع يعني اللي تطرقت له في منطقة الحمدانية الثانية في قضاء أبو غريب والواقع المزري، ودعوتي إلى أن يجب أيضا أن ينتفض أهالي الحمدانية لتغيير واقعهم، أوفد جناب الشيخ خميس الخنجر أعزه الله، أوفد النائب محمد فاضل الدليمي لزيارة منطقة الحمدانية الثانية غربي بغداد في أبو غريب والتعرف على واقعها وتشخيص هذا الواقع للعمل سوية للنهوض بالحمدانية. وقد قصد النائب محمد فاضل الدليمي مضيف الشيخ أبو دحام المعموري وجمع من أهالي المنطقة ومضيف الشيخ المرحوم الملا صالح الحماد الحمداني، وتحدث مع الموجودين ومنهم الشيخ أبو دحام المعموري والشيخ أحمد دلف الحمداني والشيخ محمد دلف الحمداني عن الواقع الموجود وكيف يجب أن ننهض جميعا لتغيير هذا الواقع والتكاتف سوية من أجل ذلك. إذا الشعب يوما أراد الحياة، إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر، فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة، إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم زرنا أهلنا في قضاء أبو غريب حي الحمدانية في مضيف الشيخ أنور الحمداني، والتقينا بهذه الوجوه الطيبة من أهلنا البحمدان وتكلمنا على الوضع السياسي المستقبلي والحالي، ولقينا التمسنا طيب من هذه العائلة الكريمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم ويحفظ قضاء أبو غريب ويحفظ بلدنا. ورسالتنا لأخونا أنور الحمداني المحترم أنه هذا لسانك صوتك الحق إن شاء الله، وإحنا أخوتك إن شاء الله على مسيرتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.